طبعاً الاختلاف أمر طبيعي، يعني واحد يقول ليش هم مختلفين، ليش هم وإحنا؟ ماكو هم وإحنا. بقضية الإمام الحسين كل الناس، كل الناس يصيرون بصنفين، إما أن يكون خادم للإمام الحسين أو زار الإمام الحسين. شوفوا الأربعيني، هاي بالأربعيني الناس تتحول كلها، ماكو لا أستاذ ولا تلميذ ولا طالب ولا كبير ولا صغير ولا شيخ عشيرة ولا كل هذه المسميات تذوب، كل القوميات تذوب، كل المناطقيات تذوب، أمة واحدة، أمة رسول الله وأمة الإمام الحسين عليه السلام. يتحول هذا الشعب الحسيني، هذا الجمهور الحسيني من مختلف الجنسيات إلى جنسية واحدة، وهي جنسية حب محمد وآل محمد، وبتصنيف ثنائي عجيب، خادم الحسين وزائر الحسين، زائر الحسين إلى مكان وخادم الحسين إلى مكان. فماكو داعي يعني أجي أزغر هذه الأمور وأحولها إلى منافع شخصية فئوية.